حادث مروع لأسرة من 3 أفراد سقطوا في ترعة الحمام. الخبر بيقول كان في عمليات بحث بيقوم بيها غطاسي مطروح بالتعاون مع الحماية المدنية للبحث عن أسرة مكونة من أب وابنه وابن أخيه سقطوا داخل ترعة الحمام. أيضا لقوا مصرعهم الثلاثة غرقا بسبب سقوطهم داخل الترعة أثناء استقلالهم لتريسيكل. كانت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع غطاسي مطروح تمكنت من العثور على جثة شخص وابن أخيه، بينما جاري البحث عن جثة ابن هذا الشخص داخل ترعة الحمام. كان شخص يدعى محمد دومة لقى مصرعه غرقا في ترعة الحمام هو وابنه وابن أخيه بسبب سقوطهم داخل الترعة أثناء استقلالهم تريسيكل أثناء قيامهم بتوصيلهم للمدارس. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وعدد من غطاسي مطروح للبحث عن الجثث، حيث تم العثور على الأب وابن أخيه الجثة بتاعتهم يعني، وما زال البحث مستمر عن جثة الابن. لا إله إلا الله، الله يرحمهم ويحسن إليهم ويجعل مثواهم الجنة يا رب.